مشاهدون قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من مدام شوال. أول حاجة غنبغي نشكر السلطات على رأسهم السيد والي جهة الدار البيضاء سطات السي مهيدية، ومن بعدها السلطات المحلية بمنطقة عين الدياب، لانهم داروا واحد الخدمه نقيه ديال بصح. شحال هادي كنتي كتبغي تدخل لهذا المكان اللي كيجيو ليه العشاق، خصك تخلص 10 دراهم في الدخله عاد باش تدخل. السلطات كيضربوا بيد من حديد، مشاو تراصاو جيت من الركومول بأن الباركينغ بالمجان، باركينغ غراتوي، ومن بعد طلعوا لصحاب الجيلي جون، طلعوا لصحاب بوصفر وبداو كيحيدوهم واحد من مور واحد. هاد الجيليات الصفرين ماشي كلهم ولكن الأغلبية كيفرض عليك على أنك تعطيه 10 دراهم مع العلم انه لا يتوفر على رخصه. وكاين اللي ما كتبغيش تخلصو يقدر يضرب لك الطوموبيل، يقدر يهرسها، يقدر يشرطها، وخصك تخلصو بزز منك. وهذا المشكل كيطيحو فيه الاغلبيه ديال البنات اولا العيالات، كتخلع من الساس وكيخرج فيها عينيه، وكتضر على انها تعطيه ديك 5 دراهم ولا 3 دراهم. كاين اللي ما كيوقفش عليك، كاين اللي ما كيوقفش عليك، ما كيقولش لك اعطيني ولا هار، ولكن الحاله الصحيه ديالو كتبان لك بانه يا راجل كبير يا مسكين مهرس مشي رجل، كتبان عليه. هذاك ديزا فيه السهل، اما شي وحدين كتلقى كتافو قدهم قد ديال الجمل. السيد صحيح تبارك الله وما كيبغيش يخدم، كيجي كيوقف على الطوموبيلات وخصك تخلصو. سناء هنادية، هنادية كلامك كله صح، الفوضى بمعنى الكلمة، من المسؤول شكون اللي حطو تماك المكان مبيوع؟ هذا هو السؤال المطروح، شكون اللي حط هاد الأساسة هنا في الأول؟ وكاين اللي ما حطوش شي واحد، كيجي كيغول على داك شارع، كيشد شارع من لي فوا كاملين كيشدو من الجهة ومن الجهة الأخرى، وخصك تخلصو. انا ماشي ضد العساسة، وانما ضد هادوك اللي كيبغيو يفرضوا عليك شي حاجه انت ما باغيهاش، وشي حاجه اللي غير قانونيه، كيفرض عليك انك تخلصو ب 10 دراهم. هذا كان ضده، وضد هادوك اللي كتلقاهم صحاح تبارك الله ما خاصو حتى شي حاجه وخارج كيعس ولا ما خلصتيش يضرب لك الطوموبيل، هادو هما اللي ما كنهضر. اما الناس اللي محتاجين راه بصح كيبانوا لك محتاجين، ولا عطيتي هذيك 2 دراهم ولا 5 دراهم كاع يستاهل ديزافي. شوفوا هاد الشباب هادو شو كيغامروا بحياتهم، شو الله يستر يقدر يطيح شي واحد. شو شوفوا الله يستر يقدر يطيح شي واحد، شوف شنو كيدير. شوف شنو كيديروا هاد الشباب بالماطر كبار. شوف ها هو طاح واحد، اي 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 ها هو طاح، مازال ما كملت هضرتي، ها هو طاح.
زعما كملت حتى هضرتي، ها هو جاب على راسه، ها هو حرده، ها هو حرده، يلا ها هو جاب على راسه. مازال ما كملتش حتى هضرتي في اللايف، جاي مكابري بغى يحط الموتور ويزلق. تخيل معايا كون كانت موراه شي طوموبيل، تخيلوا معايا كون كانت موراه شي طوموبيل شنو غيوقع ليه؟ كون كانت موراه شي طوموبيل شنو غيطرى لهاد الدراري؟ واش سي 50 ديال الكابراج، واش فريدواس ديال الكابراج، واش رويضه صغيره ديال الكابراج. الله يهديكم الدراري، الله يهديكم اصاحبي. ها هو صاحبو مجاب الربحة، يلا برافو ليك، تبارك الله عليك. يلا كم دفع دامك دابا والبن، الله يدير شي تاويل ديال الخير. وشكرا مرة أخرى للسلطات على هاد الالتفاتة اللي دارو هنا في المنطقة ديال عين دياب. نتمنوا على أنهم يطبقوا هاد القرار في الدار البيضاء كاملة، حتى لهنا غنوصلوا على نهاية هاد البث المباشر. نتلاقاو في بث آخر إن شاء الله، تبقاو على خير.